يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. وحاقت البوري إبليس دق إبليس أبا سوك عبالي أتا بابا فرعون بسوي استاقمال وضيقي فرعونها ملعونك إلى هنمة الشيغني الباب كي يسيب سوي استاقم فقرعه مركز سوكوي. فقال فرعون بابا وحلي يا وحو يري من هذا وأكون من نقال الباب كقرعي. فقال وحو يري إبليس إبليس وحو يري أنا فرانيقا وي وانيقا يعني نكي إبليس هاويه. ولو كنت إلها إلها ذاتا ما جهلتني إذا ما جاهل نغتيمه إله نما تشيغن إذا نك ألبابك هذا سوق رعينا واكوم فالله وهي قال سولي هاي فرعون إله بان هاي بولي ننك ألبابك حقك تاقنا قراعينا مؤقو مرحبا حدية. ولو كنت إلها إلها ذاتا نبقى ما جهلتني واكوم إماذا بهذا يمكو إماذا بهذا إذا ما جاهل نغتيمه. فقال فرعون بأن له إبليس وحويري ادخل سوق يا ملعون فرك بلا تاي سوق هذا خير من اللي هذا العنب باكود عليه وحول بنو ودكتا يسوقل. فلما دخل عليه مركو سوقل ويسوقي هنا دمد والبابا وخائن قال له وحويري فرعون ما وحويري أتعرفه مؤقتها إبليس ومقرن يسا إما بعد أقتها يأرضوك كركي دكوكتا على ظهر الأرض أحدا شرا منك ومني أنا أدي وحنا قشر بدن أرضوك كركي دكوكتا أنا إله نما شاكتايا وبركم اللي أدي أنا أمرك إلهي بديد سجود بديد العنب باكود عليه لابد أن وحنا يشر بدن ما بعد قرنته. قال وحيد بلا لابد أنه من نجسي درم عنه قرنه. قال وحيد من هو فرعون وحيد أو أكو أنك لابد أن نقدر. قال وحيد الحاسد حاسد بان نقدر لابد أن مرحبا حاسد بان نقدر أنه وبالحسد بسبب الحسد حسد كسببتي يعني وقعت في هذه المحنة أنا يا محنة ذا واحد يقول ردي أركيس والله عمد أبو مسيستي واحد النمون واحد النمون حيلي نبي آدم مركي ملائكة إلهي وكو أمره إلى الله سجوده أدون كات إلهي وإكرامي ملائكة إنه سجوده الله أمره يحزي مركا وحزي هاي آه إن اللي وحي إسو ناذي بوري صديقا مثال بانقصينا يا نين يعني إنه حاسد نجسي حي هاي نين وحان لها بوري صديق وهو عن صاحبنا أجابني وإيالي جرى إلى ما كل إلى إلى كل ما دعوته من الشر وحال الله وحي شره حنو سمعان إلى هذا وصمعين صحيح بانو هينو فما أنت أن أبو يرى هذا إبليس وحق له كوي يرى دل صحيح تشر أمو كوي يرى وحال الله وحي شره نوي يرى يعني وهي أجيب يا فقلت له وحانو إربي قد وجب علي دشه إذا وحاكو واجب حقك حقاك حق بعد ويا لا تدي إيه فسأل مني الحاجة ما أنت ذني وحي ورسوي ويديسو نيهو يعني مين وحاطة إبار إيه وآه صديقي رفيقي جاء وحلا وحن كفرنا وادي يا شاب حق بعد ويا لا تي صاحب نمر الرم أكرر الشرطية ما أنت وحي سؤاله أيه ذني ورسو ما أنت أقوال أقوال يال. فقال وحو يرنكي يا إبليس إبليس إن اللي جاري نك أريك درس كيجا فقرة تنبعوصو ناذي سعبوا ليه إيه فأنت هلك ساعة كدل من درس كيها صع له وحاسد دفير بالحاسد من هل صع الوقور لاي يقول كد البور ساعة كد. فقلت وحان ربوري لا قوة لي على ذلك أرسع إلهي بدل كر أنا ما دل كره أود وما هي كاس لكن يعني أريد وحان دوني أنا أعطيك إن أنكسي 10 بقرات مكانها من كاس أنت أن هكا ساعة كد لها ما دل كره فمن صع أذي أنكسي أي هاي. فقال وحي لا اريد ما دوني الا هلاكا نكا انت على قد لما اوي بقول ساعات حتى ما قادنا الفير حد نمد اي دين كان درت كيسا انت على قد لما حفا يدو وجد فمن لو اقادا للي هي وحله مره هاي مره ابو يري الا ساعة الا دل وحنين ما فعل لا اريد الا هلاكا فعلمت وحانو قاده أن الحاسد شر مني ومنك أنا أعطيك أنه نغتي شر بذي ما هي لي نين كان درد كهال كي تسعى أدايو أنا ما بدي لك رئيس كدايو صمان سعى قالان كلا هيبوي وحو يا نين كهال كسعى أولي وكحوية كاسع نغتي شر بذي تاثيرو. ومن الحكمة حكمة وحاكسو ناتي الحسود لا يسود أبدا نين كحاسد كأولي مدح من نغني حيالي يعني وحسد يايو ديين حاسد هو يعني اسو دتك وحب انو غلين اسغنا الهي يعني ما حكمت دغيوه
سيد كما دغاي والبخيل نك بخيلك تاكل امواله امل يعني ماليالك سوحا انت العدا عدو استعنا يا بخيلك مالك ايه ذلك مناسب كوكو هابو ديديا عدو انباعنا يا مالك هو الكريم كريم لا يضام ابدا منك كريمك ولي دباط الله بكل موه لا يحصل له ضيم وحد باتاي وح مشقا ولي نين كريم ارك مايو ركي وحا لوري انا رجلا صالحا حسد مثال كيسي ام بالو وضاي انه وحن يهي حسد انا رجلا صالحا نم وناسا يا كان وحوا يجالس مد لفريس امير المؤمنين المعتصم انك يعني امير المؤمنين كاي معتصم بن هارون الرشيد هارون الرشيد بعد انك معتصم بالورنجري أي أيوة لفريس انجري ويدخل عليه من غير استئذان نوي إذا الله عام مدحوينا أسو قل جري وينصحه النساحين جري هكذا الباب كيس اللي قمع علمي يعني وحكو بحيي أميرك وحكو بحيي ننكاس الباب كيس اللي قمع علمك رسول أسو سعود يسكس وقل ولا فريسا مركاس النساحين يا يو خير كفر يا يو كاس فغار منه الوزير ننك وزير كيسها أيها مركا كم مصيري وي فحسده وحد هذيك وزير كاكا يعني سيدا اميركو كوكوما كالصونيه من كان شعب كوسو سو سعوده من الحوينه اسكي قلي اسكو حتى اذن سو وردي يعني اذن كسو قادن محوية وحسده وي وقال في نفسه وحويري ان لم اقتل هذا الرجل ان كان هدانا دلين اخذ بقلب امير المؤمنين مؤمنين امير المؤمنين قلبي يسو كا قادن وكاكا هزمر يا اغو برينا يعني هذيك هو الريحه يا ان كان بو دو ويسن ياو marka ninkaan sifadii aad ku dili lahayd ka shaqeey buu marka xeelad buu sameeyay fadaqala yawman maalin buu usoo galay calal mu'tasim wasiirki baa usoo galay waqaal lahu fa yidiya amir almu'miniin ina hada arrajula ninka an yaquulu linnaasi dadka wuxuu u sheegaa ninkaan markasta kuu yimaado ee kula fariisto ee asaaxiibka umalaynayso aad jeceshahay wuxuu dadka ku yidhaahdaa innaka abkar ninka amiirulmu'miniinka ninka madaxweynaha ma taqaana waa wax afur badan wey afkiisa waa uraya saasuu dadka u sheegaa abkar wey abkar waa nin af uray waaye oo hadda marka inuu af uraya saas inuu yahay oo dadka sidaa u sheegana calaamad baan kuu sheegayaa in arrinta hadalkayga uu run yahay wa amaaratu dalika calaamadeedu waxa weeye annahu idaa qaraba min qolku kuu soo dhawaado yadacu yadahu calaa anfihi lialla yasuma raaixata albuqd ay mar alla markuu kuu yimaado gacantu afka saaran doonaay adigoo u fiirta hadda kahor omaad fiirsan jirin muxuu marka gacanta dalka u saaranayaa wuxuu leeyay afkiisaa ur badan oo lama afadhin karo saasuu qabaa marka adiga markuu ku imaado u fiirso faqaala wuxuu yidhi in sarif iska tag buu yidhi xataa andura fii dalika bal waan fiirin doonaaye waxaad sheegaysee inuu jiro iyo in kale iska tag buu ku yidhi fakharaja ninkii yacni waa baxay wasiirkii waa iska baxay wa talatafa birajuli ninkii buu haddana hoosta ka galay xataa ataa bihi ilaa manzilihi gurigiisii buu geeyey wa dabaka lahu dacaaman wa aktara fiihi min atow ninkii buu intuu u tegay wuxuu yihi maanta anaa ku marti qaadayn iyo aad baan kuu jeclahay maanta marna hay diidin marka waa yahay bal nabadoon ku raacayaa cunta u sameeyey marka cuntadii buu toonka buuxiyey suu toon ugu waday cuntadii u kariyey haya ayuu toonka buuxiyo marxaba de ninkuu soo yeeray oo maanta keliya ku ikraamay cuntadiisi miyaa diidi kartaa cuntadii uu iska cunay marka toonta lahay uu soo cunay markuu cuntadii soo cunay ayuu yidhi yuu asagio cuntadii cumay u ogaaday ayuu wuxuu ku yidhi wuu xusuusinayaa inuu hadda god kusii riduu rabaa waan ku ogahayo ninka amiirka aadaad ugu kalsoon tahay amiir lmuminiine markaad u tagtaa de maanta yacni cunto toonlaad aada cuntae de iska ilaali amiirku yacni ha ku dhibin riixdaada ha ku dhibine yacni afta qabo markaad u dhawaad af qabo si ayna riixdaada ugu urin si ayna ugu urin marxaban ninkii marka wuu tegay oo amiir lmuminiin buu u tegay mar alla markuu af fariistay wuu u naseexeeyey sida caadada u ahayd markaasuu bal soo dhawow inta ardayda soo fariisto markuu yidhi soo dhawow maanta adee cunto toonlu ka soo dhargay wuxuu ka yaabay amiirulmuminiin inuu ku dhibtooda yacni riixdiisan uraysa waay faaya wawadaca yadahu calaa fami markaasuu afka sanka saartay afku gacantasaa u saartay soo wixii ninkii sheegayo maaha marka amiirulmuminiin wuxuu yidhi walaa ninka wuxuu sheegaya waa run ogow oo maan la arka markuu isoo ag fariisto haddii yacni halkaasuu iga fariisto haddaan soo dhawo yidhaha saanu musanka u qabsadaa miya warqad buu qoray markiiba marxaban amiirkana waxaa caadadiisa ahayd muctasim caadadiisa waxaa ahayd hadduuba warqad kuu soo qoro warqaddaa waa cadiyo ninkaa waxaa la siiyo war qadar intuu la ekaadaw nin madaxweynahana ka loo xoogaa fiican unbuu qoray ay wax yar ma qore marka
نينكا هو حل سيئة أمو ورغتك سوقنا أحكال لكم سوقنا جي لكن ما أنت وحكال لكم قرر سيئة الوية قاني لكن وحي أي نينكا هو حل سيئة ورغتا قادوا كيس ورغتا دي بسكلا ستاكي كي هدبوا بسوكي يابا حقو أتاكي إريد أتاكي ما سوق بسن دونو لي نينك مر على مركو كسو بحيبا وهكا نينكي وصعب بورن محل سوق كلانتي هدي أمير مؤنو أتاكي أو سيدة أول بانو أتاكي جري ورغتا بو إيسو قريمان waxay ninkii hebel lahaa ee magaalada hebel joogay wala taga warqada u geeyay saasi ugu yidhi waxa la waxay tahay inama qaan warqada kale ninka uu baa furay dad uu furay warqada mooda ilaa wayna ninka uu furay ninkii loo qoray warqada maxaan lagu aqoon jiray warqada hadii la soo qoro waxay ahayd yaani sila un bay ahayd yaani in wax la isisiiyo la isxiriiriyo ma ahayn dad maracuun saa un bay caadi soo ahayd haye ninkii markii uu damac baa gal ruuxu niyow وياي خير الله كوسيانا يعني خير بلون بابا تاي وحو يعني مركي اسمه سي ويحي عالسيقي سيادة ما بسورة قلنا قو أمير المؤمنين ما فهمين ما أنت ننكي وحبا كسي قادم درجو كسو قادم ورغد باب الله صغري ما أنت وحبا الله سينا يابا حبا الله سينا يابا مالك وحيري أنا إسكا كيسي ورغد زباقا روحي قرا وكبر هي وحيري إسكا كيسي ورغد أنا إسي أدو هاد بريبا دو تكي مان لاركب وأدو تكتاي أنا إسي مدى مان مرحبا لكن رواية ذا نوحي نوقر إسا وحير إنك إن لا صعته يواب فقط هاي اللوك باشا والله لوين ياي وحاسو داء لما حكوت لما كم بانك سين ياري أذى لما ذا كم قادو أذى السفر يوحب جيلين أنا كيسي ورقة داران إنك ولا تجيء عم بذى لما ذا كم واحد كسي بذى نيكو قريني يعني وعوين باكو قرن بيزلي يا باشا مركي وكت لجيء أو دبي وحير هذا قادو إسك قادو أرض لما ذا كم سيء بل إسك قادو أنا كل كل هذا هذا نفسه إن ملا حاتاي كم الدين كره أمر كأجواء يلا نكهم واسكيل الله قال ورقدي ورقدي بوكلي كيسو ولا سي اوردي ورقدي بو اوغي نينك ورقدي وافرين نينك هرتي سو كواخري مركو فيري ورقدا ما خا قورن ما الله مركو كو يماد نينكا ورقدا نينكا ورقدا وت مركو كو يماد غورا كركا كغو يا قور مركاس و خيره ورقدان وها كو قورن قاد اي كينتي هدو كو يماد نينكا ان كو سو دري اي ورقدا وتو فذبحوا جورع يكورك كجوا بقور مركي أمبوها ذي نحدين دبر كجوا وحوي ورنيهم ورقد أنو إسكمل هاي نم بانك سوق هذا ورقد أنو ملاهي نم بانك سوق هذا مركي ذي أنو هذا وقت إنك وزير كهابان هاي ذاتك وزير هذا دل أوينا مركي بل إيه كهذي أو مدة إيه دبرك أنت عم بل وزير كام أمرك واحد أنت عم أوبحيه بل إن أنت عم كهوب صنم إن واحد ضبط هاي إنك له ورقد إنك له لوس وديبي ماي أنا أمريكا أمير المؤمن أمريكا أنا ما ضاهي نيو وفلني نينك كورك تقول لي إلا ولا وين أنك قوي سيكل ولا يلا يا مركي بدي أسوي ماشى عباد أمر بحية أذكرت والله لو رقبت كورك قوي كو كورك على قوي كورك على قوي مركي وماشى على بدي لكي ووزير كده ما نينك مقالة بس كجوجا مدة أيون أو إيمان معتصم أمير المؤمن كموسى النقل ما لين دبوا واقع واسع لا ليش هو مركز روب بني هو ورن والله يا بني كوا صعدة مركو إيمي والله يا بني ورن ويدي عاوي ورقدي أمكو قري يقصد هذا محيه وحيد ورقدي أمكو قري مركز أن كعب حي بني كوا وزير كهيب لها بقى يقول دقي وطبعا سكت هوا إلا وإلا أنا يسيوي سوى الكس فيه وان هي نينك مركي حاجة وتجين الد ورقدي ساسا كوا قرن يجب اللي يريه اللي دل نينك هو اللي دل يقول قال لك قوي أو محاد يعني ومركز الله سوور صديب ما هيقول على أرنتو أنا وفي إيش يعني نين كان إنا ضدك وش يعني أبقى على أوريه وضدك على وش يكتب الورن ما جرت واحد يا أمير المؤمنين هذا أنا واحد صار كي جماعة إيه واحد مالك محتاج أنك أقف صديب مالك أمر قديم هذا واحد نقف صديب مالك أيه ده يدوم كوي مالك يعطي نبتي سأنت أنت إيه كريم وطاني قبل حيون مركز هو حلو يا مركز الأمير كأو تجلسه نية هو يوصي نحن نقول نبتاني نتنك قفصه مركز هو قاعد معتصم إنه خيانة ضم بنك قدم بي muxuu ku yiri markaan run baad sheegtay buu yiri laakiin wuxuu yiri maxaa ka caadalnimo badan waxa la yidhaahdaa xasadka wey xasalku cadaalad badana bada'a bisaaxibihi buu yiri saaxiibkii buu ka bilaabay oo faqatalo waa dilay horta marka xasadku waa caadil buu yiri waa caadil waa yahay marka xasad faa'iido ma sidoo kale waxaa qisada cadi baa la leeyahay imaamkii abi xaniifa aye imaamkii weynaa ee abu xaniifa la oran jiray يا قول يعني حذيه علم جيسي هذا ونا جيسي يعني مرعي وضد كده حلوة كلها أيه حذين يعني قول حذينه
xeelad bay u sameeyeen marka naad bay intay xoolo soo siiyeen waxay yidhahdeen xoolo fara badanna waan ku siinaynaaye abu xaniifo markuu masaajidka usoo socdo xeelad u sameeyo gurigaaga ku leexi gurigaaga markuu galana qayli oo waxaa tidhahdaa abu xaniifa ii soo dhacay caawo yani asagoo idoonaya aniga naftaydii warsanayo ii soo dhacay dheh waayahay anaa samaynaya abu xaniifo intuu gurigiisa ka soo baxay salaada subax jamaacada u jeedo ayay dhexda u istaagtaa dhexda uga soo baxay waa de waa sheekhi weynaayo magaalada yaa sheekh zawjkaygii yaa halkan yani sakaraad ba guriga yaa naftiibaa haysa waa sakaraad wuxuu ku leeyahay iigu yeer abu xaniifo sheekha iigu yeer imaamka iigu yeer dardaaran ha iga qore saasuu leeyahay wasiyuu kaa doonayaay kaale yani la hadal dowdkeygii baa sakaraad ila naagta halkan ay oysa halacalis hadda amiirku waa yani muxuu leeyay waa nin dhimanayaa maanku sakaraada mar haddii layidhi wuu ku leexday mar alla markuu guriga galay albaabkii kore iyo kii hoose ba way soo xirtay markaasay qaylo afka ku dhufay qoladiina meelahanay ba u taagtaagnaayeen bo meel dhowey ba u taagtaagnaayeen markii yani ay qaylisay bo waa way tiro lagu soo yaacay maxaa dhacay yani abu xaniifa ii soo dhacay waa waakan gurigeygii buu ku jiraa maarta labadoodiiba dhab baa la siiyo markaasaa imaamkii ninkii magaalada xukumayaa loo geeyo xabsigaa lagu tuuray xabsiga geeyi waa xukumi doonaa xabsiga geeyi marxaban qisadaa markay imaamkii qabsaday muxuu sameeyey xabsigii dhexdiisu salaad isaga galay salaadihiisii buu iska tukaday salaadiis waxbuu meesha ku tukaday wax fazac iyo argagax midna male maxaa yeele xukunka ilaahay baa wataa awaamirta ilaahay baa bixiyay amarkiisa ubaa soconaye soo maaha tan baa dhacday soo maaha ee cibaadadiisii buu iska watay mar alla markuu isagoo cibaadadiisa iska jiro iska tukanayo islaantii baa u timido markiiba calaacal bay bilow yaa sayidii waxaan khalad buu ahaa ay kuwan hadda kugu soo dida noo imaaday ayaa arrinta ka dambeeyey waxay idhaheen sidaa dheh marka arrinta arrin laga dambeeyey khayaano naloo maleegay oo xoolaa lagu siin baa la yidhi meeshii bay ugu sir warantay haa sidaa miyaa dhacday haa wuxuu yidhi waxaa tidhahdaa qoladan yacni waardiga jooga u tago ifasaxa gurigaan gaarayaa oon ka soo noqonayaa dheh markaad guriga tagtana xaafaddayda tagoo xaaskayga u tagoo u sheegoo arrinta dhacday oo saasaa dhacday dhahoo markaad oga warantay inaad aniga xabsa ku jiran aa u sheegto ii soo dir ayada adigana guriga iska joog gurigii bay tagtay islaantii bay usoo warantay ayada unbaa soo socotay usoo socotay tii oo soo noqotay unbaa la moodaya xabsiga unbay ugu soo gashay naagaha ayaa kala garanaya de way xijaaban tahay waa xaaskiisii unbaa ugu soo daya xabsiga bas subaxii markuu waagu baryay oo qoraxa soo baxday ama dambe la joogo laysu soo baxay dee waxaa leeyahy xaniifa xalay lagu qabtay guri soo maaha guri baa lasoo banaankaa lasoo taagay qoladiina waa isu imaaday markii maxkamaddii in la taagan rabo banaankii la imaaday muxuu yidhi abu xaniifa waxaa tidhahdaa ninka hebel la yidhaahda iigu yeera abu xaniifa kuu yeeraya dhaha hebelku waa kee waa zawjadiisa aabbaheed wey waa soddogii wey marxaban waxaa la rabaa de gabadha ninkii garan lahaa baa la rabaa dadku ma wada yaqaanaan gabadha soo ma marka hebel iigu yeera bu yi waa soddogii subaxii markii meesha la imaaday ninkii baa looya abu xaniifa kuu yeeraya aawa xabsigu ku jiraaye waa la qabtay waa lagu yeeraya waa markii meesha lasoo taagay wuxuu yidhi bal ninkaan weydiiya gabadhaan ma taqaanaa dhaha gabadha haddii yacni wejigii laga faydaybo wuxuu yidhi gabadha waa gabadhaydii waxaana u guuriyey imaamkanaan u guuriyey abu xaniifa anaa ku daray waa xaaskiisii waay maxaa la samaynaya marka waaye marka hadda wixii xalay la sheegay meel buu u dhacay lahaa naag baa lagu soo qabtay lahaa aw aw naagta qoladana la weydiinaya aw naagtaa sheegayseen de meeshuun bay ku ceeboobeen waay soma loo yaqaano tan unbaa la haya naagta xalay xabsi baa labadooda laysla soo geliyey waxa meesha ku jirta ba waa xaaskiisa aye marxaban markaasaa li imaamka raalle ho hadda iska taga iska galbada gurigiina aada waa laydinku khaldamay soo maa abu xaniifa de wuxuu leeyahay waaye hadday ixasdaan oo day ixasdaan maaye marxaban aye muxuu yidhi waaye in yaxsuduunii fa innii hayru laa'imihim aye aye marxaban qabli min annaasi ahlulfadli qad xusiduu yidhi hadday aniga i xasdeen uma aaba yeelaya maxaa yeele aniga hortay dadkii ahlulfadliga ahay oo dhan baa la xasday buu aye fa daama lii walahum maa bii wamaa bihimu wama ata aktarunaa kaydan bimaa yajidu dadkii aniga iga horreeyay ahlulfadliga ahaa iyo anigaba ilaahay wuxuu noo daa'imiyey buu yihi waxa aan ku sugannahay oo nicmada kuwii annaga yacni naxas daayeena dee aktarkooda waxay u dhinteen buu yidhi xiqdi bay u dhammaadeen xiqdi ayay u dhinteen waay marka xasad waa aada buu u xun yahay wey alxasadu waayahay marxaban
أخبث من كل شيء وحلا أركبه وكحيه.